الفرن بتاعنا شغال على 200 قبل ما اشتغل في اي حاجه خالص. مقادير الفراخ التندوري تنزل على الشاشه معانا ونشوف بتقول معانا مقاديرها ايه. عندي 2 كيلو وراك من غير جلد، 2 كيلو وراك من غير جلد. عايزه فرخه كامله، عايزه صدور بس زي ما انت عايزه، المهم ان هي تكون من غير جلد. عندي جنزبيل فريش، عندي كوبايتين زبادي من اللي هي بتاعت السوبر ماركت، معلقتين كبار من الصلصه، عايزاها سبايسي وهي ده الطبيعي بتاعها ان هي بتكون سبايسي، معلقتين كبيره هريسه حاره، 4 معالق كبار زيت سندباد. معايا كمان في مقاديرنا لفراخ التندوري ايه؟ ربع كوبايه عصير ليمون، معلقتين كبار من الخل، الليمون والخل بيحافظوا على بيخلوا ان هي ما فيهاش يبقى ريحه زفاره او الوسواس اللي بيبقى موجود عندنا ده. لون احمر جل ليه حاطينه؟ ممكن حد يقول لي طب ما احنا ممكن نعمل بابريكا او ممكن الصلصه او الهريسه هتاخد اللون. لا، هم بره بيبقى لونها احمر قوي قوي، لونها غريب، فهي الفراخ التندوري بتبقى كده مش مصفره لكن بتبقى محمره، علشان كده بنحط لها سنه لون احمر جل. لو عندك بودر ما فيهاش اي مشكله. عندي معلقتين كبار توم بودر، حبهان بودر، لورا بودر، معلقه كبيره بابريكا، معلقتين كبار خلنجان بودر. وانتوا عارفين ان انا في اي حاجه فيها فراخ لازم بحط خلنجان، ليه؟ بيسوي لي بسرعه، بيديني تطعيمه اكني متبله الفراخ بتاعتنا بقى لها ساعه او ساعه ونص، فده انا ما بستغناش عنه في اي تتبيله فراخ. معايا ربع معلقه صغيره شطه، ودي ممكن استغنى عنها قصاد ان انا حاطه هريسه. معايا ايه كمان؟ كمون، معايا بهارات فراخ، ملح وفلفل اسود. هتحسوا ان المقادير كتير لكن هي مش كتير ولا حاجه بالنسبه للطعم والشكل اللي احنا هنشوفه، هتبقى في منتهى الجمال. هعمل ايه؟ هحط زيت سندباد الاول عشان هو اللي هيديني اللمعه الحلوه للفراخ، وهو اللي هيجمع لي كل مكوناتنا دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. على قد كميه الفراخ اللي انا شايفاها ممكن احط حوالي نص كوبايه من زيت سندباد. عندي ايه تاني؟ كل التوابل اللي انتوا شايفينها دي هتتحط كده، بهارات فراخ وشطه، جنزبيل، مش هحط ده كله عشان ما تبقاش حاميه قوي، ممكن نحط بودر. بصوا لون الخلطه، اللون الاحمر ده هو ده لون الفراخ التندوري اللي احنا بنجيبها من بره بالشكل ده كده. نخلطها كويس قوي، عايزه تحطي كله في الخلاط علشان تبقي ضامنه ان الخليط يكون ناعم جدا ما فيهاش اي مشكله بالشكل ده. نعمل كده، حطينا كل التوابل بتاعتنا، واوعي تنسي الخلنجان، الخلنجان هو اللي هيدينا تطعيمه حلوه. نظبط الملح، بسم الله. واو، الهريسه مع انا حطيت الشطه على فكره ما شلتهاش، الهريسه مع الشطه مع الخلنجان مع التوابل اللي احنا حطيناها اللي ماسك في السلك دوت الجنزبيل. بصوا بقى هعمل ايه؟ الفراخ بتاعتنا هي غسلناها كويس قوي ومصفينها وشايلين الجلد بتاعها، هعمل كده. انا لازم اجيب بلانش. يلا اللي عنده فراخ يقوم يعملها كده. نعم، بصوا كده، لازم ما كنتش اعمل كده مبقاش انا. بصوا كده يا دوب، مش كده، هم حاسين بيا. على فكره حتى لو ما جبتش الكاميرا انا ممكن اللي مش شايفني ممكن يعرف انا بعمل ايه. بص احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ ببدا ان انا اشرط الفراخ بتاعتنا، سواء صدور سواء وراك سواء فرخه كامله زي ما انت عايزه، سواء دبابيس اللي انت عايزاه، شرطي الفراخ كده علشان التتبيله واللون الحلو بتاعنا يبقى داخل لجوه. شيل الجلد، يعني انا في الطبيعي حتى لما بسوي بالجلد ما باكلوش، وناس كتير قوي بتعمل كده، فبنبص بنشرط كده ونبدا نخلط ده كله مع بعضه. طبعا انا عشان حاطه خلنجان فمش هياخد معايا وقت، لو انت مش حاطه خلنجان وما عرفتيش توصلي له بتنقعيها في الخلطه بتاعتنا ديت او التتبيله بتاعتنا دي مش اكتر، اسفه، مش اقل من ساعه. بصوا كده بندخل التتبيله لجوه كده بالشكل ده، بالشكل ده كده، واللي بيفضل من الخلطه دي بنعمل كده، وبتتحط في الفرن. هقفلها فويل واحطها على درجه حراره 200. طبعا الخلنجان اللي احنا حاطينه مش هتقعد في الفرن حاجه، يعني هو من تلت ساعه لنص ساعه، وهبدا ان انا اروح شايله الفويل من عليها واسيبها بقى ايه تاخد اللون الحلو اللي هي ايه تتشوي كده وتتلسوع معانا. مش هتاخد معانا وقت، طعمها بيبقى حلو جدا، بتبقى نوع من انواع الفراخ المشويه، بس طبعا هي مش عندنا هنا في مصر، بس صدقوني بيبقى طعمها في منتهى الجمال. تعالوا بقى نحطها في الفرن بعد ما نلفها بالفويل على درجه حراره 200، بسم الله، وتلت ساعة أو نص ساعة كده، ونبدأ نرفع الفويل من عليها علشان تاخد اللون الحلو بتاع الشوي اللي احنا عايزينه.
عايزين تعملوا لها فحميه عشان تاخد ريحه الشوي برضو مش مشكله، اعملوا لها هتطلع معاكم في منتهى الجمال. عايزه اجيب شوكه عشان اوريكم انها استوت، بصوا كده ده بسبب، بصوا 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 ده بسبب التابل المفضل والاقرب الى قلبي بجد. ما بعملش فراخ الا بيه، اللي هو الخلنجان البودر، بيطلعها لي اكنها دايبه. طيب نسيبها بقى كده عشان اما نطلع نطلعها تكون خدت اللون الحلو بتاعها. انتوا شايفين كده، ورحت ماسكه بصلايه مقطعاها شرايح ومقلباها بحبه بقدونس وبشويه سماق. ده الرصه الوحيده او الارضيه الوحيده او الفرشه الوحيده للمشاوي، السماق والبصل والبقدونس. اما بيطلع على المشاوي بيطلع ريحه في منتهى الجمال. انا وريتها لكم طبعا ان هي استوت. بص كده، تعالى خش معايا يا جمال كده، بصوا بصوا اللون ده على فكره في الاكل ما بيأثرش، عشان ما حدش يقول لي ايه هو اللون ده هيطلع في بقنا. لا والله مش هيطلع في بقنا، هي بتبقى كده. لا خليك جدع بقى وما تتحركش. بسم الله بنعمل كده ونقدمها، وصحتين وعافيه على قلبكم وقلب اللي هياكل يا رب. ارجع واقول داخل عندنا علينا رمضان، وبيبقى عايز كل يوم عندك عزومه، عندك عندك رحله مثلا، زياره عائليه كده عند حماتك ولا اخوات جوزك ولا اهلك، وعايزه بقى ايه توريهم شطاره الست الجدعه كده وشطارتك في المطبخ. تقول لهم ايه ده، انا النهارده هعمل لكم صنف فراخ هيطلع في منتهى الجمال، تعمليه وانتي في بطنك بطيخه صيفي بالشكل ده كده. صحتين وعافيه على قلبكم يا رب. مين اللي يعني انت بتقول ايه بس؟ دي كانت حلقتنا النهارده. بصوا كده بناخد اللي نزل ده كده وعلى الوش كده، يا سلام يا سلام، وجنب حبه رز بقى مش قادره اقول لكم.